نبدأ في فتح الباب لأمام كلمات الوفود، وطبقا لما تم تسجيله من قبل هنبدأ بمعالي الوزير حمد بن محمد الشيخ ممثل المملكة العربية السعودية ووزير التعليم بالمملكة، فليتفضل معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، معالي رئيس المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسسكو في دورتها 14، معالي المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسسكو، أصحاب المعالي والسعادة، حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بداية أن أعرب عن اعتزاز المملكة العربية السعودية بتعاونها المشترك مع الدول الأعضاء في منظمة الإسسكو، وهو التعاون الذي نتطلع إلى تعزيزه في الظروف الحالية التي يعيشها العالم أجمع في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، التي زادت من التحديات، ولكنها في الوقت ذاته تقدم لنا مجموعة من الفرص المؤكدة ضرورة تضافر الجهود لإيجاد حلول مبتكرة التي تستشرف المستقبل في المجالات التربوية والعلمية والثقافية، وتمد جسور التواصل بين دول العالم الإسلامي لتحقيق تعاون أكثر فاعلية. ذلك أن نجاح البرامج والمبادرات السابقة التي قامت بها منظمة الإسسكو بالتعاون المشترك مع الدول الأعضاء يشكل مصدر إلهام لنا جميعا، ويحقق الأثر المنتظر من الجميع. حضورنا الكرام، انطلاقا من الإيمان بأهمية الرقمنة، خطت المملكة خطوات كبيرة في مجال التنافسية الرقمية، حيث أحرزت المركز الأول على مستوى دول مجموعة 20، وقفزت 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات. وتعمل المملكة العربية السعودية الآن على بناء شراكة فاعلة بين وزارة الاتصالات ومنظمة الإسسكو لتعزيز مجالات التعاون المشترك، بهدف نشر الوعي وإثراء المحتوى العربي التقني. كما قامت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع منظمة الإسسكو والدول الأعضاء بتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع والشراكات الفاعلة في مختلف القطاعات للنهوض بالمجالات الثقافية والتربوية والعلمية، والوصول بها إلى أهداف المنظمة السامية. ومن أبرز هذه الشراكات التي تعمل المملكة على تنفيذها بالشراكة مع منظمة الإسسكو في مجال التعليم هي زيادة التعاون المثمر بين منظمة الإسسكو والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالمملكة. أصحاب المعالي والسعادة، في مجال البيئة تم إطلاق الدورة الثالثة لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي. كما أعلنت المملكة مؤخراً عن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمعالجة آثار تغير المناخ في المملكة وفي المنطقة بوجه عام. كما نعتز باستمرار المملكة في التعاون مع الدول الأعضاء ضمن ميثاق اللجان الوطنية، وذلك لتوثيق صلات التعاون بين منظمة الإسسكو واللجان الوطنية. الحضور الكرام، من ضمن المنجزات المملكة الثقافية على صعيد المنظمات الدولية متعددة الأطراف، نجحت المملكة في تسجيل سادس موقع سعودي في قائمة التراث العالمي لليونسكو والمتمثل في منطقة حما الثقافية بمدينة نجران. والمملكة مستعدة دائماً لدعم الدول الأعضاء في منظمة الإسسكو في الملفات ذات الصلة. الإخوة والأخوات،
إن المملكة العربية السعودية تثمن وتدعم كافة المبادرات والمشاريع التي تحقق مصالح شعوبنا، ونفخر بشراكاتنا مع منظمة الأسسكو، ونطوح من خلال المؤتمر العام في دورته 14 في الوصول إلى النتائج والأهداف المرجوة ذات القيمة والأثر المستدام، ونتطلع إلى الخروج بقرارات وتوصيات وحلول تؤدي إلى منجزات ملموسة تنسجم مع تطور المنظمة وتحقق رؤيتها المستقبلية. كما نؤكد في الوقت ذاته أن المملكة العربية السعودية تسعى دائماً إلى مشاركة الدول الأعضاء الخبرات الناجحة في المجالات التربوية والعلمية والثقافية لتحقيق المستهدفات الكبرى لنا جميعاً، بما يحقق الخير والنماء لشعوب ودول أعضاء المنظمة. في الختام، يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لرئيس المؤتمر العام في هذه الدورة على استضافة الاجتماع، والشكر موصول لكافة اللجان العاملة والمشاركين، راجياً للجميع التوفيق والسداد في كافة المساعي المباركة التي تعود بالخير على شعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك.